مروان لما ثار عليه أهل المدينة وكان يبحث عن ملجأ. مروان هو كان إلى يد قتل الإمام علي، كان إلى يد بقتل الحسن، كان إلى يد بقتل الحسين. مروان وزغ وثاروا عليه أهل المدينة وقام يبحث عن ملجأ يلتجئ إليه. راح العبد الله ابن عمر بن الخطاب قال له مو أني ألجأ يمك، لا لا أدري بيك ما تطبب ببيتك، زوجتي وبناتي فقط خليهن يمك حتى أقدر أهرب من المدينة، إذا وياي نسوان ما أقدر أهرب، النسواني أخرني، بس نسواني يمك حتى أقدر أهرب. عبد الله بن عمر قال له شفيني شرك وشر نسوانك، هذا صاحبه، قال لك فيني شرك وشر نسوانك، أهل المدينة شايلين حقد عليك، إذا دروا بنسوانك يمي يجوني هتكون عرضي وعرضك، كفيني شرك. مروتك قال له أنا بشدة، قال له لا شدة ولا هم يحزنون، سد بابه، قال له فيني شرك مروان. وين يروح مروان؟ كل هالدور عليه. فكر فكر فكر، قال مالها غير زين العابدين؟ أبدا. قال ما حد يستقبلني غير علي بن الحسين. مولانا اجى الباب زين العابدين، العابدين دق بابه بإيدي مروان الملطخات بدماء آل محمد، إيدي تنقط من دماء آل محمد، دق باب زين العابدين، الإمام زين العابدين فتح الباب، قال له مروان، قال له نعم يا ابن رسول، قال له دزيت ببراك ثلاث هاشميين يدورون عليك، قلت لهم هذا بشدة جيبوه انضمه، قال له لا سيدي أنا ما أنا ارتشرت للشام، قال له شرايد، قال له نسواني، قال له خخي طبن مع بنات رسول الله، طببهن الإمام وهو هرب، وصل للشام دز رسالة للإمام يا ابن رسول الله راح أدز لك هذا البيد الرسالة خلي جن النساء ويا الإمام، هم دز النساء ويا، وصل للنساء يسألهن مروان شلون قضيتن هاي الأيام في بيت زين العابدين هاي الأشهر، قالوا له مروان مخزينة أنت قدام علي بن الحسين، قالهم شلون، قالوا له بس دخلنا بداره أمر علوياته ألا تشرب امرأة قبل أن نشرب، لا تأكل علوية قبل أن نأكل، السفرة تنفرش إنا نأكل ونشرب بعدين العلويات يأكل ونشرب، هذا هو علي بن الحسين. ذولا آل البيت بالنتيجة، هؤلاء هم الأئمة الذين ننتمي لهم سلامهم.